مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان عبر شاشة قناة البلد الفضائية، أسعد الله صباحكم بكل خير، كل عام وأنتم بخير. عام جديد، عام سعيد، نتمناه أن يأتي علينا بالخير واليمن والبركات. سنة جديدة، سنة سعيدة، سنة فيها الكثير من الأمنيات، بأن يكون هذا العام هو العام الذي يخرج فيه السودان من كل المآزق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والرياضية والتي كانت طوال السنوات الماضية. هذا العام الجديد الذي ندخل إليه بالكثير من التفاؤل وبالكثير من الأمل وبالكثير بكل تأكيد من العمل من أجل أن تتحقق كل هذه الأمنيات لشعب السودان الصابر الصامد الذي عانى كثيرا والذي يريد أن يكون عام 2023 عام التحول نحو الأفضل بالنسبة لوطننا الكبير والجميل السودان. اليوم نرفع راية استقلالنا، هذا اليوم الذي يأتي علينا دائما هنا في السودان يوما متميزا نحتفل فيه ببداية سنة جديدة، ونحتفل فيه أيضا بعيد الاستقلال المجيد. هذا العيد الذي نحتفل به طوال هذه السنوات الماضية، ولكن بدون أن يكون هناك عمل على أرض الواقع من أجل رفعة وطن السودان في ظل هذه الحالة الموجودة الآن من الفرقة في كل المجالات، سواء كان على المستوى السياسي أو حتى على المستوى الرياضي أو حتى على كافة المستويات. ولكن في تقديري الشخصي أعتقد أنه آن الأوان بأن نقف جميعا وأن نتكاتف جميعا من أجل أن نعبر من كل هذه المراحل الصعبة، خاصة على مستوى الوضع الاقتصادي السيء الذي عانى منه السودان في السنوات الماضية. ليس أمامنا سوى العمل وسوى التفاؤل بأن المقبل سيكون أجمل، وبأن هذا العام سيحمل الكثير من البشريات لوطننا الكبير والجميل السودان. ونحن في قناة البلد الفضائية يعني كما عودناكم دائما وأبدا نكون أشد حرصا على أن نقدم لكل السادة المشاهدين في كل برامجنا المختلفة مادة متميزة تليق بكل من اختار قناة البلد كوجهة مفضلة يشاهد من خلالها كل البرامج المقدمة وكل هذه الخدمات الإعلامية، والتي نحاول من خلالها أن نعكس الواقع الحقيقي لوطننا السودان على كافة المستويات من خلال برامجنا السياسية والرياضية والفنية وكل التفاصيل التي نحاول أن نضع أمام عين المشاهد سواء كان داخل السودان أم خارج السودان. كل سنة وأنتم طيبين، تحية لكم لمشاهدي قناة البلد ولكل من يتابعنا في هذا الصباح في أول أيام العام الجديد. تحية من كل الزملاء العاملين اليوم، كل الزملاء العاملين في قناة البلد ومجلس إدارة القناة وكل الطاقم الذي يحاول دائما وأبدا أن يبذل قصارى جهده من أجل أن يقدم خدمة إعلامية متميزة لكل المشاهدين في كل مكان. على المستوى الشخصي سعيد جدا أنه تكون بداية العام الجديد مع السادة المشاهدين مشاهدي قناة البلد الفضائية، وأن يكون أول حاجة أعملها في السنة الجديدة أنه ألتقي بكم وأسمع أصواتكم وندردش ونتونس مع بعض فيها الكثير من الأشياء وفي الكثير من الأمنيات التي تجعلنا نتفائل بأن 2022 حتكون سنة جديدة، سنة سعيدة، سنة جديدة، سنة سعيدة. وبكل تأكيد التحايا للوطن، وطننا الجميل السودان، ونحن نستشرف من خلال هذا العام أن يكون عام تحقيق الأمنيات في كافة المجالات. ولكن بكل تأكيد يظل الوطن هو القيمة الأكبر، الوطن هو هذا المكان الجميل الذي يجمعنا كلنا كسودانيين بمختلف عاداتنا وتقاليدنا وقبائلنا، ولكن في النهاية كلنا تحت عنوان عريض هو السودان. آن الأوان لكي نتكاتف جميعا من أجل إعلاء الروح الوطنية التي من المفترض أن تكون حاضرة في قلب كل سوداني، من أجل أن يكون هذا العام هو عام تحقيق الأمنيات، والتي لا تأتي بمجرد الأمل وإنما تأتي من خلال العمل. عام جديد فيه الكثير من التحديات على كافة المستويات بكل تأكيد، وبالتالي علينا جميعا ابتداء من رأس الدولة، مجلس السيادة، الحكومة، الأحزاب، الفرقاء السياسيين، الحركات المسلحة، كل مكونات العمل السياسي الموجود الآن في السودان، إضافة إلى الحراك الشعبي الموجود هو الآخر، يجب أن نتوافق جميعا على رؤية واحدة وواضحة ومحددة من أجل العبور بالسودان من هذا النفق الاقتصادي المظلم والذي يعاني منه الشعب السوداني طوال كل هذه السنوات. أمل كبير
انا شخصيا على المستوى الشخصي متفائل، يعني انه ان شاء الله السنه دي حتكون سنه خير كبير جدا على السودان ان شاء الله، وخير كبير جدا علينا، وحيكون فيها حاجات كثيره جميله وسعيده باذنه تعالى. ويمكن واحد من الاسباب اللي مخلاني متفائل بشكل كبير جدا انه بدايه هذا العام مع الساده المشاهدين، مشاهدي قناه البلد المنتشرين في كل مكان، والذين عودونا دائما وابدا على وفاهم الكبير لهذه القناه، وعلى يعني رؤيتهم الجميله لقناه البلد من خلال كل ما يقدم وكل ما قدم خلال الفتره الماضيه، وان شاء الله نوعدهم دائما بالافضل وبالاجمل خلال الايام المقبله وخلال الاشهر المقبله، من خلال برمجه متميزه ترضي طموحات كل المشاهدين في كل مكان. ونحاول زي ما بنعمل دائما انه نغطي كافه المجالات وكل نواحي حياه المواطن السوداني، وكل اهتماماته، كل معاناته، كل افراحه، كل احزانه، كل تفاصيل حياته بنحاول دائما نكون موجودين فيها من خلال عدد من البرامج المختلفة، ومن خلال المجهود الكبير المبذول من الزملاء، خاصة الموجودين خلف الكاميرات وخلف كل الأجهزة اللي بتنقل بث قناة البلد لكل المشاهدين في كل مكان داخل السودان وخارج السودان، وكل الذين يتابعون برامج هذه القناة، والتي نتمنى دائما وأبدا أن تأتي بكل ما هو متميز من أجل إرضاء مشاهد يستحق بكل تأكيد كل هذا العمل وكل هذا الاجتهاد. سعيد أن نتلقى اتصالاتكم الهاتفية عبر أرقام التواصل الموجودة، ونحاول طبعا أن نتحدث مع بعض من خلال صباح البلد، صباح العام الجديد، صباح السنة الجديدة، صباح الأيام الجميلة اللي حتكون جاية، صباح التفاؤل الكبير عندنا كلنا من أجل أن يكون هناك عمل كبير جدا لرفعة وطننا الكبير السودان. ما عايزين يكون في شعارات، ما عايزين يكون في يعني مجرد حديث عادية، لا، عايزين كلنا نحاول، أو كل شخص مع بداية هذا العام الجديد يحاول يحاسب نفسه، يقيف مع نفسه، يوصل يعني أو يسعى أنه يكون هذا العام بداية تغيير حقيقي، لأنه يعني لما تبدأ بنفسك أنت قادر تماماً أنك أنت تكون مؤثر في المحيط حواليك، وقادر تماماً أنك أنت تكون شخص قادر على تقديم إضافة لمجتمعك ولبيئتك وللمكان اللي أنت بتنتمي له وللمكان اللي أنت بتعيش فيه